كندا ويويو أخبارها الجديدة. يعني يا يمنى شو بدي اقول لك اليوم تنذكر ما تنعاد. ارتاح ارتاح زوزو ارتاح ارتاح انا بتريحوا بالجديد ارتاح. لا انت ما تشوف المخرج اليوم لكن في مشكله بالايرفون مش كمان يمنى صوت عالي. لا المشكله بالك زوزو لكن في الصوت العالي كثير هيك كلير. يمنى بدي اقول لك شغله، نحن اليوم تنذكر ما تنعاد 49 سنه على مرور الحرب الاهليه، يعني هيك بدي بس اقول لك كلمتين. يعني تخيل بدي اقول لك كل واحد محمس لهيدا الحرب شو لازم يعمل يا يويو، برجع اعطيكي وقتك، لكل حدا محمس روح اقعد ببيتك قفل تمك وما تتحمس كتير لانه انت ما بتعرف شو بصير. على حاجز الامن الذاتي رح يوقفوك يسألوك انت من وين ولوين، رح يسيطر على ارض مش موجودين على الفيسبوك وانت معود عليهم وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام وتيك توك، من وين يا كيوت؟ ما رح يقولوا لك هيدا الشيء، رح تكلها قتله وبالعتيقه كمان، رح يصير معك مشكل كتير كبير ورح يجي المسؤول اللي رح يكون مسؤول عنك ومسيطر عليك، هيدي شغله كتير اساسيه، رح يكون مسيطر عليك، بس وقتها يروح وتهدى البال رح يجي ابنه ويستلم الكرسي ويضل مسيطر عليك كمان مع الوقت، ورح يعطيك كرتونة إعاشي ويحكم فيك 4 سنين كمان لقدام. يا ابني فهم انه ما تكون محمس كتير للحرب الأهلية، الحكي مش مثل الشوفة، انت ما عشتها قبل ما تفكر انه هيني ترجع تعيشها انت يا ابني البابا والماما يلي بالفعل عم بتفكر انه حرب اهليه يس انا اللي بدي اربح. لا ما رح تربح الحرب الاهليه، رح تكون خراب لك. بقى انتبه كتير منيح، عبر عن بوسائل التواصل الاجتماعي، عندك منصه كل دقيقه او كل ثانيه تقدر تعبر مثل ما انت بدك. يمنى انا بعطيك الحكي لاليك، بعرف انه كان عندك زياره وبعدك واصله من معرض الكتاب العربي بالاسبوع العربي يلي مخصص بكندا، عندك كتير نشاطات وحفلات، تفضلي. جوزيف يعني يعني بالحديث عن الحرب الأهلية، هو في حرب أهلية على تويتر بس الناس بعد عايشة مع بعضها وعم تشتغل مع بعضها. وأنا يعني سبق وقلت لك أنه كان عندي ستيتمنت وراح فايرل أنه نحن ما عندنا شيء اسمه حرب أهلية، هن بيخترعوا ليضلهم موجودين على الكراسي أي شيء لحتى يضلهم موجودين على الكراسي، وبحمسوا هالجمهور الواعي الفهمان المتعلم يلي شايف مستقبله قدامه وبيصير يزقف لهم. يعني حقيقة من بعيد المشهد بيضحك جوزيف، رح يحاربوا بولادنا ويبعتوا ولادهم على المنتجعات، هيدي واضحة مثل ما صار قبل، بيحاربوا بولادنا ويبعتوا ولادهم على المنتجعات والسفر وفيينا والمامي والبابي، ونحن بنعرف كتير منيح. هلأ انت جايب ضيف جوزيف وانا كنت عم بتسمع عليه، يعني من شق حالنا نحن كإعلاميين كفنانين. هلأ النيو ميديا اللي هي البلوغينج والسوشيال ميديا تنفرجي وجه لبنان الحلو، ونحن مش عم نخترع مش عم نجيب صور من يعني من كوكب تاني، نحن عم نحكي عن لبنان. من شق حالنا لنحكي عن لبنان داخل لبنان وخارج لبنان وببلاد الاغتراب، وبعدهم يعني بس بدهم يأرجونا منظر الخراب ومنظر الدمار ومنظر الكره ومنظر الحقد ومنظر الإجرام. يعني نحن قرفنا عن جد، قرفنا من هيدا الخطاب لأنه ديجا فيو ديجا انتندو، كله مرق على راسنا. اللبناني قرف من هول السياسيين اللي بيجيشوا الناس وبيحموهم على بعضهم لا لسبب. يعني هلأ قدي مات بالحرب الأهلية، بيقدر يموت قدن وأكتر هلأ، يعني شو خسران انه شو هن مخلفيننا وناسيننا او يهاجر. يعني اليوم 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 انا على سبيل المثال كنا عم نحكي بلقاء ثقافي ادبي فكري، وعم نسال انه بعدنا بنستشهد بجبران خليل جبران وبمخيل نعيمي وبمحمود درويش وبابو القاسم الشابي، فسؤال يخطر بالبال انه طيب نحن ما عندنا من النيو جينيريشن من هالمثقفين الادباء الجدد، شو ممكن الجيل الجديد يتعلم منهم؟ للأسف الـ يعني أدب الكل رايح بس براسه فكرة الهجرة. الناس الأوادم المثقفة جوزيف ما بقى بدها تقعد بهذا الجو بس، وبعدين أنه بيفضل لبنان بنتركه لغيرنا.
يومنا. تعرفي شغله يعني بلشناها انا وياكي معودين علينا الناس نكون ايجابيين هيك وبوزيتيف، بس اطلع انا وياكي وبينطرونا لهيك نبعث هالايجابيه، بس نحن ايجابي. بس عندي خبريني سرك يا يويو بلا حسيدي، بعثت لك اياها اذا سمعتيها على الواتساب ولا لا. نسم الله عليكي من وين بتجيبي هالطاقه الايجابيه كل الوقت؟ راجعه من مشوار بعيد من معرض الكتاب ومن مهرجانات اللي عم بتصير بالنسبه للاسبوع العربي بكندا، وعندك هالطاقه ومسافات مسافات مش من في شيء يعني، بيكون في عندك هرمون اعلى من هرمون على طول ضارب عامله فحص الهرمونات او شيء ولا كيف؟ والله هي نعمه يا جوزيف وحياة الله. انا عندي بس كون عم بشتغل وتدور الكاميرا وكون عندي مواضيع معينه انا بدي يا حبيبتي يعني. اي كاميرا على الواتساب عندي، هي قصه كاميرا على الواتساب لانه عم بحكي عن شيء بحبه. جوزيف قاعده معك وقلبي عم بنط من مطرحه. في عاصفة اخت محلوشة هلأ فجأة بينت حاسة رح ينزل الحيط على راسي، هي من دعواتي يعني من دعواتي وفهمك كفاية إلا لإلينا تأجل انتزع الطقس جوزيف فعلا أنا جاية من ميسيساغا يعني تقريبا بتبعد عن بيتي شي ساعة بس ساعة خيي ما بتخلص قد ما الهايوي طويلة. جايين من احتفالية لافتتاح وانطلاق معرض الكتاب العربي الكندي اللي رح يبتدي اليوم السبت 13 وبكرة الأحد 14، طبعا دخول مجاني، دور نشر وكتب ودول عربية كثيرة مشاركة بما فيهم لبنان وبما فيهم أيضا دور نشر لبنانية، برنامج موسيقي، شو ما ممكن يخطر ببالك. هالأمسية دعت لها رئيسة المجلس الوطني للعلاقات الكندية العربية السيدة رانيا حمدان، طبعا كان موجود السيد نور الدين الصالحي نائب رئيس المجلس الوطني للعلاقات الكندية العربية، حضور راقي مرتب اليوم مع أنه يعني ما كان هاللقاء الموسع جدا، بس عن جد جوزيف قلبي كبر 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 قد ما بتقول. يعني التقيت باللبناني وبالسوري وبالفلسطيني وبالأردني والعراقي الجزائري المغربي التونسي، كلهم أصحاب العلم والفكر والأدب، الرسم، شو ما بتستحلى عينك جوزيف، شي بفرح أنه عن جد هالقد العرب موجودين وبكافة الميادين. وسبق وخبرتك أنه أهدت كندا شهر أبريل للعرب كشهر للتراث العربي، والافتتاحية هي هيك. الحلو كتير جوزيف أنه إجت السفيرة الفلسطينية في كندا السيدة منى أبو عمارة. أنا فرجيتكم شوية مشاهد هذه هلأ بعتها لخلدون، بس صامتة لأنه إن شاء الله بالحلقات الجاية رح نزل اللقاء. هالسفيرة يعني شو بدي خبرك، يعني قبل كل شيء جوزيف كل الناس نزل على طاولتها أكل، تعرف يعني كان في عشاء، إلا هي نزل كوفية فلسطينية لأنها ترفض أن تتناول العشاء في الأماكن العامة احتراما للإبادة والمجاعة التي تحصل بحق شعبها في غزة وفي فلسطين المحتلة. قوية جريئة شجاعة. يعني أول سؤال سألتها إياه، بتعرف نحن هون عنا restrictions على كتير من المواضيع، قلت لها منى شو هي الليمت البوليتكس ليمتس بالنسبة لإلك؟ قالت لي ما عندي ولا ليمت، شو بعد من شو بعد بدنا نخاف وشو اللي بعد ما بدنا نقوله. أنا شغلتي أني علي الصوت وأحكي بكل المواضيع. كان لقاء جدا جميل وجدا ممتع، قريبا رح نشوفه على قناة الجديد، وطبعا كان في لقاء مع كل الموجودين. الأسبوع الجاي رح ناخد اللقاءات ورح ناخد الحفلات لأنه في حفلات كتير عم بتصير. لضيق الوقت رح نضطر نوقف هون لأنه عنا نقل مباشر، مشان هيك عم بيكون كمان مئاتي يلا رجعين لك. أمك من وين يا يمنا؟ الوالدة من وين؟ من طرابلس. يعني الشغل الوحيد اللي غفرته لبيقاتي انه من بلد امي. خبريه يمنى وامي من طرابلس، رحنا يومين نقضيهم بطرابلس، بقى يمنى على كل طرابلس عرفت انه الحجه والدتها من طرابلس. هيدي هي الخبريه يعني كل الوقت احلى على عالم اهل طرابلس. تحياتي احلى واطيب عالم لاهل طرابلس. ما فينا نكمل شيء ثاني؟
لا نحكي بعدين من نكست ويك بنكمل لانه لدي طيب الوقت. أوكي. يويو بحبك قد الدنيا حبيبتي. ضلي بوزيتيف بلا حسيدي. اعوذ برب الفلق. قولي يا قولي يا حفصتي خمسة بعيونك ما بوثق فيك. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر حاسد النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. باي يو يو. شوفك نكست ويك. مش انا